الرجاء تقدر تدي البطولة الشتوية. بطولة الخريف غتكون ديال فريق الوداد البيضاوي. البطولة الشتوية هاد العام غتديها جيش الملك. الرباطي غتزيد تاخد البطولة الشتوية. وهو كتبقى الدار البيضاء دائما هي الدرجة الأولى. وإلا كانت منافسة ما بين الرباط والدار البيضاء فراه أصلا المنافسة بين الرجاء والوداد ما كيديوها لا في الرباط ولا في حتى شي. ملي كتكون المنافسة قوية ما بين الوداد والرجاء فراه هما اللي كيتنافسوا على البطولة صراحة. تقدر تديها الرجاء لأن الرجاء على الأساس هما خداو واحد الثقل يعني واحد ستابيليتي. بالنسبة للوداد باقي عندهم مشكل ديال المدرب. ما راه الوداد راه في المستوى صراحة ولكن الرجاء تقدر تدي البطولة الشتوية. هو ملي تتكون المنافسة شادة غير في بين الدار البيضاء شي حاجة إضافية للفرق الأخرين وحتى الفرق الأخرين تيتشجعوا تيوليو يعرفوا الرسوم بأنهم إلا لعبوا مزيان وسميتو راه أنهم غادي يلعبوا على البطولة يلعبوا على الكأس يلعبوا على سميتو. وهذا هذا 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 هذه منافسة يعني مزيانة للبطولة لأن غادي حتى الفرق الأخرين كلشي غادي يبغي يلعب مزيان. ما تيبقاش هذاك الاحتكار ديال بين الى ما ربحات هذا العام الوداد تربح العام الجاي تربح الرجاء ولا ما ربحات الرجاء تربح على سميتو. حنا بغينا كاع كلشي يكون عنده تقريبا المستوى كله كيف باش تبقى. حنا بغينا كيما بغينا البطوله ما نعرفوا اللي غادي يدير البطوله حتى لاخر السنه. وتنتمنوا له التوفيق بيان سيو تنتمنوا له الجيش باش ما تبقاش بغينا الفرق كلهم يتقاربوا في المستوى باش البطوله تولي ماشي فريق ضعيف وفريق قوي وفريق متوسط. لا بغينا الفرق كلهم يكونوا كل سميتو كيما قلت لك تنتمنوا ان الفرق ما نعرفوا البطل حتى الاخر. تنتمنوا ان الجيش هي اللي تدي البطوله الشتويه. بطوله الخريف غتكون ديال فريق الوداد البيضاوي ولا يفوز ببطوله الفريق رغم المنافسه ديال العاصمه الاقتصاديه والعاصمه الاداريه فتح الرباط الجيش الملكي الوداد البيضاوي الرجاء البيضاوي. بطوله قويه يعني صراع بين اربعه فروق والروتور اللي عنده النفس الاخير هو اللي غادي يفوز بالبطوله. فريق الوداد البيضاوي دخل عده مواجهات مونديالتو عصبه الابطال كاس العرش كذلك فريق الجيش الملكي كذلك فريق الوداد البيضاوي. فريق الوداد البيضاوي عنده لابيتيد في المشاركات يقوم بتدوير اللاعبين عنده ليكيب ريزيرف ودابا بدات ينسجموا اللاعبين مع المدرب الجديد. هو صراع محتدم. البطوله المغربيه عودتنا على هاد الصراعات شكون اللي غيدير بطوله الرمق الاخير كما نقولوا. هناك ملاعب مزيانين في المستوى هناك نتائج ايجابيه حققها المغرب خاصه في كاس العالم. دونك واحد المنافسه قويه ما بين الوداد والرجاء والفتح والجيش وربما غنضيفوا لهم فريق خامس. البطوله الشتويه انا كيبان لي بان اقرب فريق البطوله الشتويه هذا العام غتديها جيش الملك. فريق جيش الملكي فريق منظم فريق كينافس بقوه كيلعب واحد الكره هجوميه حديثه. الاستقرار هو اللي خلاه يعطي النتائج هذه حاليا. طبيعه الحال هذا العام بدايه ديال البطوله منافسه قويه جدا وحنا كنعرفوا يعني جوج ديال المدن في المغرب اللي هما كبار وكيتوفروا على جوج ديال الانديه اللي هما كبار. نهضروا على كازا كاين الرجاء والوداد يعني ديربي خطير. الرباط عاوتاني عند الفتح وعند لي فار كذلك مثال. يعني هنا كاين واحد المنافسه بين هاد الاربعه ديال الفرق اللي هما قويه بزاف وكلهم عندهم دعم كبير. وانا كنرشح الفتح الرباطي. فتح الرباطي حتى هي واحد يعني واحد الفريق اللي هو مستقر ماديا وما عندوش ريكلاماسيون ما بين اللاعبيه والرئيس وكيديروا لونطريمون ديالهم مزيانه وكيماركيو مزيان. وانا عندي احساس بان فتح الرباطي غتزيد تاخذ البطوله الشتويه. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناه لوماتان سبورتس نظره جديده للصحافه الرياضيه.